رئيسة جمعية المرأة للفنون ورئيسة الملتقى الوطني التاسع لفنون المرأة. هذا الملتقى اللي بدا من نهار من يوم 31 جانفير وغادي ينتهي ويتم الاختتام ديالو يوم السبت 21 جانفير عبر محطات، ثلاث محطات. المحطة الأولى كانت بدار الثقافة للتوديات واللي شارك فيها واحد المجموعة ديال الفرق الشبابية الفولكلورية، والبارح اليوم الخميس كانت ورشة ديال الحكاية الشعبية اللي استفدوا منها واحد المجموعة ديال الشباب وعيا من الجمعية على أن الحكاية الشعبية واللي أتت هذا الفضاء اليوم وواحد المجموعه ديال الفروق ديال الحضره وما ادراك من الحضره، التراث، الفن المغربي الاصيل اللي شاركوا فيه واحد المجموعه ديال المجموعات الحضارات وكيف ما لاحظتوا وسمعتوا وشفتوا برمات عينيكم. واللي زاد ميز هذه المحطه هذه هي مشاركه واحد المجموعه ديال شاعرات شابات اللي اول مره غادي يشاركوا حصريا في الملتقى الوطني للفنون الشعبيه، وعين من الجمعيه ايضا انها تحفز الشباب وتحفز الشاعرات وتحفز الفن التشكيلي اللي مشاركين معنا واحد المجموعه ديال الشابات ايضا حصريا حتى هما لاول مره كيعرضوا معنا. وختامهم يسك غادي يكون ان شاء الله غدا اللي هو السبت 21 يناير بساحة المصلى اللي غادي يشاركوا فيه مع مجموعة من الفرق الشابة الفولكلورية. ومن خلالكم أنا كنشكر المدعمين وزارة الشباب والثقافة اللي كتدعم هذا النشاط كل سنة، كنشكر المجلس الجامعي، كنشكر مجلس الجهة، كنشكر مجلس مقاطعة قيليس، مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، مديرية وزارة الشباب والثقافة والتواصل على دعمها وعلى السهر ديالها معنا ووقفة معنا على قدم وساق. تنشكروا جمعية الأطلس الكبير اللي كدعمتها هي أصلا، وكنشكر السلطات المحلية والأمنية، وكنشكر السيد الولي بزاف اللي تيدعمنا دائما، وكنشكر السيد ولي الأمن اللي عطانا الأمن وتابع معانا ووقف معانا، يعني اللي دازت الأمور كلها هي الحمد لله في أحسن ما يرام، وكيف ما بغيناها وكيف ما بغينا بلادنا تستافد من الأنشطة في أمن وأمان. وكنشكر الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، لولاها لما تسمع صوتنا ولما عرف عامة الناس الاشتغالات ديالنا. أنا كنشكركم بزاف. معكم خديجة بوزردة رئيسة فرقة نسوية تاع الحضرة. جينا شاركنا في هذا المهرجان، شاركنا في المهرجان ديال الفنون الشعبية للمرأة، شاركنا بالحضرة التراث ديالنا تاع بلادنا. ففي الحقيقة فرحت اليوم بزاف حيت الحضرة تكون غير مع الناس الكبار اللي تلقاوها وغادي وتتنقاد، يعني ما كاينينش باقي تنشوف لي جون باش
ينقلوا هذا المشعل تاع الحضره. فالحمد لله اليوم دوزت لبناتي امتحان ولكن نجحوا فيه ما شاء الله عليهم، كان داك الشيء هائل بسلامتكم علينا، ونتمنى لهم التوفيق ومزيد ان شاء الله من التألق في ميدان الحضره وبصفه عامه الفنون الشعبيه نتاع المغرب نتاع بالضبط مراكش. وشكرا لكم من مدينه مراكش. الجيل ديال الحضره بنا ناسسوا هذه الحضره ديال الجيل الجديد. جمعتنا واحد السيده سميتها خديجه الرئيسه ديالنا، قالت لنا علاش هاد الحضره ديال مراكش تنقرض، علاش ما نجمعوش هذاك الجيل الجديد ونجيب واحد الجيل القديم اللي يعلمكم ويدربكم. وصراحه كانت فكره زوينه ومشينا وتدربنا ودابا شاركنا في واحد المهرجان في مراكش، شاركنا في مهرجان وطلعنا للخشبه. دابا كتشوفوا ان شاء الله تشوفوا داك الشيء يعجبكم، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. وعلاش لا، كنتمنوا من المسؤولين يدعموا الشباب ويدعموا هذا الجيل اللي انه متشبت بالحاجه القديمه، مش تشبتين باننا بغينا نحيو داك الشيء القديم. جات عندنا السيده خديجه قالت لنا شوفوا غادي نجروا واحد الجيل تاع الحضره، واش ممكن نجمع البنيات الصغار مع الموات ويعلموهم وباش تهزوا المشعل ديال هاد الحضره هذه. قلنا لها هي نجربوا نشوفوا اش كاين. صراحه جربنا كان داك الشيء زوين. بما انه الاول مشاركه ديالك في هذا سميتو كي جاتك؟ صراحه احساس لا يوصف، احساس لا يوصف. عطينا داك الاحساس، بغينا نعرفو. صراحه فاش طلعت الخشبه وغنيت داك الشيء تاع الرسول وشفت ان داك الشيء القديم، صراحه التراث القديم ما كاينش بحاله، واخا يكون زعما يديروا اللي داروا التراث القديم ما كاينش بحاله. وان شاء الله كنتمناو هذا الجيل ديالنا يهز هذا التراث هادي باش ما تموتش. انا باغيه نحيي هذاك الشيء اللي هذيك التراث اللي مات، حيت كانت مراكش معروفه بالحضره، دابا ما بقاش الحضره نهائيا، ولينا كاع الجيل كله كيسمع على هذا الغني الجداد. شي نصيحه للشباب؟ انهم يرجعوا للحاجه القديمه، ما كاينش بحال الحاجه. ماشي قلنا لهم ما تمشوش لهاد الحاجه الجديده يسيروا، ولكن ضروري رجعوا للتراث ديالنا القديمه. التراث ديالنا القديمه والله الا زوينه ومميزه، واكثر يوم من جربتها كان واحد الاحساس لا يوصف. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.